ما شرح حديث من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية؟ إذا كان هناك إمام للمسلمين قرشي وطلب البيعة واجب على المسلمين أن يبايعوه، وهذا هو المشروع. استبدل بها المقلدون لأعداء الإسلام، استبدلوا بها التصويتات والانتخابات، وهذا باطل. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بايع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض أصحابه في غزوة الحديبية على أن لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت. قلنا إنها للإمام القرشي إمام المسلمين أو غير قرشي ووثب عليها واستتب له الأمر فكذلك أيضا يبايع. أما هذه الجماعات التي تعتبر مبتدعة وفرقت شمل المسلمين وأضعفتهم فليس لها بيعة، والبيعة لها تعتبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد بقي يلزمك كفارة. إذا كان هناك يمين فتلزمك كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. احنا كنا قلنا ان فيه سؤالا عن الطبيب تقدم ايها تقدم هنا ها؟ هل يجوز للمرأة المسلمة المريضة ان تكشف عورتها، او هل يجوز للطبيب المسلم اذا جاءت امرأة حامل هذا نعم المرأة يجوز لها للضرورة أن يعاينها الطبيب مع محرم لها، وكذلك الرجل للضرورة يجوز أن تعاينه الطبيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد كان يأذن للنساء ويستصحبهن ليداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بهذا إن شاء الله. أنت زعلان نساء كثيرا، ها؟ واحد قرش يا إيش؟ متحذر. القرشي يا أخي لابد أن يكون سنيا، أما قرشي شيعي فهم يعتبرون نكبة على الإسلام، أو قرشي متحدث شيعي إخواني فهو يعتبر ماذا مبتدعا وماذا ولا يبايع. لكن لو وثب عليها واستتبه له الأمر وطلب البيعة وما بدعته توصله الى الكفر فيبايع ابتداء. لابد يوجد قرشيون صالحون في اليمن وصالحون ايضا بارض الحرمين ونجد وللسودان وبمصر وبكثير من الاقدار الاسلامية يحتفظون بانسابهم. بارك الله فيك. أما هذا في الشارع؟ هو لابد أن يكون نعم متمكنا. نعم تفضل حبيبك الله. وهل تأسيس الخلافة واجب على كل مسلم؟ هو نعم في حدود ما يستطيع المسلمون واجب عليهم أن يسعوا إلى إيجاد الخلافة الإسلامية، لكن لسنا نقول كالشيعة أن أول واجب هو وجود الإمام. لا، أول واجب هو أن يعلم الناس يقول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل
معاذا الى اليمن وقال انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اولا ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتوزع على فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. وهل هذا الحديث من مات ولم يبايع متواتر لفظي أم معنوي؟ فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وهو صحيح يكفي سواء أكان متواترا لفظيا إذا ثبت الحديث وجب العمل به أو يعني وجب قبوله والعمل به بحسب ما بحسب الحكم الذي يترتب عليه فتقسيم الحديث الى متواتر واحاد هو تقسيم معتزلي تلقاه اصحاب اصول الفقه كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي كنت حريصا غاية الحرص الى ان اعرف من الذي قسم الحديث الى متواتر والى احاد فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجب قبوله نعم وجب قبوله وإلا ولو كان حديثا حسنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإذا ثبت الحديث وجب قبوله أما حكمه فبحسب ما يا يدل عليه من الاحكام الخمسة. نعم. ما هو؟ لا ليس في صحيح. حديث اخر. هذا حديث اخر. نعم يا اخواني في الله. هذه الجماعات التي شتتت شمل المسلمين واضعفتهم سواء كانت من جماعة الاخوان المفرسين ام من جماعة التبليغ او جماعات اخرى فهذه الجماعات يحرم على المسلم ان يبايعهم لان بيعتهم تعتبر باطلة ولانهم اصبحوا يهرولون بعد عداء الاسلام فعداء الإسلام الحزبية فاستجابوا لهم ودعاء الإسلام الديمقراطية فاستجابوا لهم وأعني لكم المفلسين أما جماعة التبليغ فلأن لديهم بعض البدع وإن كانوا هم أنفسهم لا يستجيبون للحكومات فيما يخالف الشرع. نعم.